إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والساعة الآن 7 صباحا. إخوة الإمام الإسلام، نستيقظ في الصباح الباكر على صوت منبه الساعة، ثم ندخل بعدها في جو مشحون بالأصوات. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة. ثم يخترق هذه الأصوات صوت يعلو عليها ويهيمن على ضجيجها، فيملأ أسماعنا بهجة وتنبت في قلوبنا ورود الأمل وزهور الروحانية. إنه صوت التلاوة. بين صدورهم وترنموا ببيانه ترنيما. قال يحيى بن آدم: قال لي شعبة بن عياش: تعلمت من عاصم القرآن كما يتعلم الصبي من المعلم، فلقي مني شدة فما أحسن غير قراءته. وهذا الذي أخبرتك به من القرآن إنما تعلمته من عاصم تعلما، تعلمت منه 5 5، واختلفت إليه نحوا من 3 سنين في الحر والشتاء والمطر، حتى ربما استحييت من أهل مسجد بني كاهل، ولقد فارقته وما أسقط من القرآن حرفا. هكذا كانت طرائق القدماء في تعلم القراءة والتلاوة وتعليمها مشافهة وتلقينا. ولقد كان المعلم يدرس القرآن في مسجده أو مدينته أو قطره بأعداد محددة من الطلاب. وفي نهايات القرن 14 الهجري تطل علينا برامج تصحيح التلاوة عبر الأثير ليكون التلقين للعالم أجمع. أسروا قلوبا بالتلاوة فاهتدى للحق قوم أعلنوا التسليم صدحوا بآيات. يعد القارئ الكبير محمود خليل الحصري أول من سجل مصحفا بقصد تعليم التلاوة من خلال طريقة التلقين، وسمي بالمصحف المعلم، وذلك سنة 1388 للهجرة الموافق لسنة 1969 ميلادي، بحيث يقوم بتلاوة الآية ثم يتلوها من بعده عدد من الصغار. وكان الغرض من هذه الطريقة هو تعليم التلاوة وإتقانها، إيمانا منه بأهمية تعليم تلاوة القرآن الكريم للصغار، لكونهم هم أبناء المسلمين، ولا يليق بالمسلم إلا أن يحسن تلاوة القرآن الكريم. وقد تم نشر هذا المصحف من خلال العديد من الإذاعات العربية، وحظي بالقبول والانتشار والنفع، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذلك قامت بعض الإذاعات العربية بإنتاج برامج تعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها، منها البرنامج المعروف والشهير كيف تقرأ القرآن الكريم، الذي أنتجته إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية سنة 1404 الموافق لسنة 1984 ميلادي، وهو برنامج يومي يعد من أوائل البرامج التي تعنى بتصحيح التلاوة من خلال طريقة التلقين. وقد ربت حلقاته على 500 حلقة،
وحقق نجاحا باهرا عبر المستمعين في العالم، وذلك من خلال الرسائل العديدة التي تتلقاها الإذاعة. والجدير بالذكر أن البرنامج من تقديم القارئ الشيخ عبد الباري محمد، الذي ولد في محافظة الغربية بمصر سنة 1346 للهجرة الموافق لسنة 1928 ميلادي. درس في معهد القرآن والقراءات بدمنهور محافظة البحيرة، وكان شيخه أنذاك فضيلة الشيخ المقرئ عبد الفتاح القاضي. قدم المملكة العربية السعودية سنة 1382 هجري الموافق لسنة 1963 ميلادي، وذلك لتدريس القرآن الكريم في مدارس التحفيظ التابعة لوزارة المعارف أنذاك. كما أصبح مراقبا للختمات القرآنية في إذاعة القرآن الكريم السعودية كمصحف الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ أحمد الرزيقي والشيخ محمد محمود الطبلاوي والشيخ صلاح الدين كبارة والشيخ عبد الهادي كناكري. توفي رحمه الله سنة 1409 للهجرة الموافق لسنة 1989 ميلادي عن عمر 61 سنة رحمه الله. كيف تقرأ القرآن الكريم؟ برنامج يومي يقدمه الشيخ عبد الباري محمد. القراءة من أول سورة الفاتحة وأول سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. ومن البرامج أيضا برنامج تعليم التلاوة الذي أنتجته إذاعة القرآن الكريم السعودية سنة 1418 للهجرة الموافق لسنة 1998 ميلادي، وربت حلقاته على 500 حلقة، مدة الحلقة ربع ساعة، وهو من إعداد وتقديم المقرئ الشيخ أحمد الطويل الذي يفتتح الحلقة بشرح مسألة من مسائل التجويد، ثم يستضيف أحد الأشخاص فيجعله يتلو المقطع المقرر في الحلقة، وبعد ذلك يقوم الشيخ تلاوته ويصححها. وقد كتب الله القبول والانتشار لهذا البرنامج، فلم يعد حضوره مقتصرا على المملكة العربية السعودية فحسب، بل طار كل مطار وأصبح يسمع في الشرق والغرب، وأخذت الرسائل تنهال على الإذاعة شكرا وامتنانا. والشيخ أحمد الطويل من مواليد محافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية سنة 1361 للهجرة الموافق لسنة 1942 ميلادي. مات والده قبل أن يولد بشهرين، وقد رأت أمه أباه في المنام وهو يقول لها: في بطنك واد سميه أحمد. فسمي أحمد بن أحمد الطويل. حفظ القرآن الكريم بالسند المتصل عن شيخه أحمد سلامة، ثم انتقل إلى القاهرة ودرس في معهد القراءات مدة 8 سنوات، وحصل على شهادة التخصص في القراءات سنة 1383 للهجرة الموافق لسنة 1963 ميلادي. ومن أشهر من قرأ عليهم الشيخ عامر عثمان والشيخ محمد الصادق قمحاوي، كما حصل على شهادة البكالوريوس من جامعة الأزهر سنة 1388 للهجرة الموافق لسنة 1968 ميلادي.
وفي سنة 1392 الموافق لسنة 1972 للميلاد تعاقدت معه وزارة المعارف السعودية من أجل التدريس في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض، وهناك شق طريقه نحو الإذاعة، فأصبح مراقباً للتلاوات القرآنية ومعداً ومقدماً لبرنامجه تعليم التلاوة. ومن أهم مؤلفاته كتاب فن الترتيل وعلومه. توفي رحمه الله في المدينة المنورة سنة 1440 للهجرة الموافق لسنة 2019 للميلاد، ودفن بالبقية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعليم التلاوة، برنامج يعنى بتصحيح قراءة القرآن الكريم وتجويده على طريقة التعليم والمدارسة. يعد البرنامج ويقدمه الشيخ أحمد بن أحمد الطويل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، لمد البدل أربع حالات. الحالة الأولى ما يثبت فيها مد البدل وصلا ووقفا، نحو آمنوا، فكلمة آمنوا هذا مد البدل، هذا ثابتة في الوصل وفي الوقف. الحالة الثانية ما يثبت فيها حرف المد أو مد البدل وصلا لا وقفا، يعني إذا وقفت عليها لا تصبح بدل، مثل مآب، إنما توعدون لآت. وحينما تقدمت وسائل الاتصال وأصبح الهاتف محمولاً في جيب كل إنسان، أخذت برامج تصحيح التلاوة تواكب هذا التطور، فحولت برامجها من التسجيل إلى المباشرة، فيقوم الناس بالاتصال على الشيخ وتلاوة بعض الآيات من أجل التصحيح. ومن ذلك برنامج رتل، وهو برنامج يأتي يوم الجمعة والسبت في تمام الرابعة والنصف بتوقيت دولة الإمارات، ويقدمه المقرئ الشيخ شيرزاد عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، من معنا؟ عبد الرحمن. حياك الله يا عبد الرحمن. عبد الرحمن من أين تقرأ؟ إن شاء الله من سورة الفرقان. تفضل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. جزاك الله خير يا عبد الرحمن. عبد الرحمن أنت خطير، خطير جدا يا عبد الرحمن. تعرف شو سويت الآن؟ قرأت بواحدة من أصعب طرق الأداء اللي هي الطريقة النجدية، اللي كبار القراء يتحاشونها لصعوبة هذه الطريقة. قدمت الإذاعات العربية عدداً من البرامج التي تهتم بتعليم التلاوة، ولم يقف الأمر على ذلك فحسب، بل كلما جدت وسائل التقنية تم استثمارها في خدمة القرآن الكريم وتعليمه. والآن يقوم عدد من المقرئين بتعليم القراءة والتلاوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أمثال القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين الذي خصص قناته عبر اليوتيوب من أجل التعليم وتصحيح التلاوة. أسروا قلوبا بالتلاوة فاهتدى قراء
روى تاريخ حياتهم جمال أصواتهم، فأحببنا تلاوة كل منهم مع أنها تلاوة لم نسمعها. وكرموا تكريما رجل قيل لجدته يوما: امزج اللبن بالماء فإن أمير المؤمنين عمر لا يرانا، أي زيديه ماء، فقالت: ولكن الله يرانا. تزوجت هذه البنت من عاصم ابن عمر ابن الخطاب، فأنجبت منه بنتا هي والدة عمر بن عبد العزيز أعدى الخلفاء بني أمية. خرج عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين وقرأ القرآن جهرا، الناس يستمعون، وممن كان يستمع سعيد بن المسيب، همس في أذن الخليفة قائلا: فتنت الناس. خشي الأمير أن يشغل الناس فأمسك وعاد إلى بيته. الدنيا وذي أصواتهم بقيت خلودا في الدنا ونجوما، أنس القلوب تلاوة يشدو بها صوت يزيح عن القلوب. شاهد الحلقة كاملة على تطبيق مرايا.